السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد إذنك يا شيخ مصطفى، إيه حكم إحضار ملابس الطفل قبل ولادته؟ لا مانع أبدا، تشتري الملابس للطفل قبل أن يولد، ما الإشكال في هذا؟ لا، قياسا على إن إنه لا يجوز توزيع التركة قبل موت الورثة يعني أو يا كده، أخي لأن لا، مثلا تقيس لو أنا أصلا قياسك مثلا باطل. وزعتها عليهم قبل الممات فلا أعلم من يموت الأول يعني. قياسك باطل. يعني ما الأم لا يصح. تشتري يا أهل الإسلام ملابس الابن قبل أن يولد، ما الإشكالية؟ هل تنتظر لما يولد وتتركه في البرد أو تجهز له ملابسه؟ الله يغفر لك. تمام. طب بعد اذنك كان سؤال اخر. يجوز تجهيز الكفن قبل أن تموت. تمام. تمام، يلا. طب سؤال اخر بعد اذنك.